السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، جعل الأيام دولا والحياة فرصا، فوفق من وفق، فعمروا أوقاتهم بالتقوى والعمل الصالح، وخذل بعدله آخرين، فلم يسلكوا للخير سبيلا، ولم يتركوا للباب أو للتوفيق بابا. الحمد لله، الحمد لله، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم وإليه المنتهى، القائل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أكرمه رب العزة بمعجزة الإسراء والمعراج وجعلها له مخرجا لهم وحزن وعوضا لضيق وشجن، أضاف إليها جل وعلا مكرمات ستظل خالدة إلى يوم الدين، فقد جعلها آية في كتاب الله وجمع فيها بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في نطاق واحد، وفرض فيها ركنا من أركان الإسلام وهو الصلاة، وصلى فيها إماما بكل الأنبياء والمرسلين في إشارة واضحة، في إشارة دالة إلى أن الولاية على بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، بوابة الأرض إلى السماء، هي للمسلمين وحدهم إلى يوم الدين. وأما الاحتلال الذي يدنس أرضها الطهور إلى زوال وإنخال، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنه نداء رب السماء للذين آمنوا، فقد ناداهم بالصفة التي تربطهم به والتي تكرمهم في الأرض والسماء. إنه نداء للصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، والصبر هو مفتاح للخير مغلاق للشر، لأن الصبر من قوة الإيمان بالله والثقة به، والثقة بالله تعين على الصبر، والصبر يأخذ ويقود إلى الفرج من الهموم والصعوبات التي تواجهنا ونمر بها في هذه الحياة، فلا علينا إلا الصبر والثقة بالله سبحانه. يا مؤمنون، يا مؤمنون، الصبر هو أن يلتزم الإنسان بما يأمره الله به فيؤديه كاملا، وأن يجتنب ما ينهاه عنه، وأن يتقبل بنفس راضية ما يصيبه من مصائب وشدائد. والمسلم يتجمل بالصبر ويتحمل المشاق ولا يجزع ولا يحزن لمصائب الدهر ونكباته. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا مؤمنون، لقد ضرب أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الأذى من أجل الدعوة إلى الله تعالى، ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. وقد تحمل رسولنا الكريم المشاق في سبيل نصر الإسلام، وكان أهل قريش يرفضون دعوته ويسبونه، وكان جيرانه من المشركين يؤذونه ويلقون الأذى أمام بيته وفي طريقه، فلا يقابل ذلك إلا بالصبر الجميل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحمله للأذى: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وخاطبه ربه قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد وصف الله تعالى كثيرا من أنبيائه بالصبر فقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يا مؤمنون، ولقد أعد الله تعالى للصابرين الثواب العظيم والمغفرة الواسعة فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والصبر ليس كله محمودا، فهو في بعض الأحيان يكون مكروها، وهو الذي يؤدي إلى التفريط في الدين والحقوق، ويؤدي إلى الذل والهوان. أما الصبر المحمود فهو الصبر على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته أو التخلص منه، أو بلاء ليس فيه ضرر بالشر. والصبر هو زاد الطريق في دعوتنا إلى الله تعالى. إنه طريق طويل شاق مملوء بالعقبات والأشواك. إنه الصبر على أشياء كثيرة منها: الصبر على شهوات النفس ورغائبها وأطماعها، الصبر على جهل الناس وغرورهم واعوجاجهم واستعجالهم للثمار والنتائج، الصبر على مرارة المرض وألم الأسر
وانتفاش الشر والخيلاء، وعلى قلة الناصرين وضعف المعينين. الصبر على وساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق، الصبر على المرابطة في سبيل الله، الصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة وفي ساعة الانتصار والرخاء، في تواضع وشكر وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام، والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله تعالى واستسلام لقضائه وقدره. يا مؤمنون، اعلموا أن الشر لا يستريح لمنهج الخير العادل المستقيم، كما أن الطغيان لا يستسلم للعدل والحرية والكرامة والعلم والمساواة، فلا بد من الصبر والمصابرة والمرابطة كي لا تؤخذ الأمة على حين درة من أعدائها المتربصين بها في كل زمان ومكان. إن طبيعة الدعوة الإسلامية أنها لا تريد الاعتداء على أحد، ولكنها تريد أن تقيم في الأرض المنهج القويم والنظام السليم حتى يكون رحمة للعالمين، والتقوى هي جماع الأمر كله، فهي الحارس اليقظ في الضمير تحرسه أن يعتدي على أحد، وتحرسه أن يحيد عن الطريق المستقيم، وبذلك يتحقق قوله تعالى لعلكم تفلحون، أي يتحقق الفلاح والفوز. ولقد جرت سنة الله تعالى أن يبتلي عباده بالخير والشر ويمتحن إيمانهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، وأن يمتحنهم بالشدة بعد الرخاء وبالرخاء بعد الشدة، لينظر مبلغ شكر الشاكرين ومدى صبر الصابرين المحتسبين. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإنما ابتلي به السلف الصالح من تكالب المعتدين عليهم وتكتل المجرمين لسفك دمائهم البريئة وغزوهم في ديارهم هو بلا شك بلاء ومحنة وشر مستطير، ولكنهم حينما قابلوا ذلك بالصبر الجميل والتضحية في أرفع مجالاتها أعقبهم الله الخير بعد الشر والأمن بعد الخوف والعدل بعد الظلم، أعقبهم اندحار قوى الشر والعدوان وردها على أعقابها. قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ويا فوز المستغفرين. استغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، في ظل اختلاط الأمور وتشعب الآراء والأفكار واختلاف وجهات النظر، يكثر السؤال والتساؤل عن سبيل الخلاص، ويأتي الجواب من رب العالمين في قرآن يتلى إلى يوم الدين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالخلاص يكمن باتباع منهج القرآن عقيدة وعملا وسلوكا دون مواربة أو التواء، وباستئناف الحياة الإسلامية من جديد. والناظر في حال الأمة اليوم مع الأسف يجد الكثير قد عبدوا الدنيا وأهملوا الآخرة، وتذكروا فقط ما يمكن أن يحصلوا عليه في دنياهم بالزيف والكذب وسوء الأخلاق. تذكروا اليوم ونسوا العذاب القريب، وحسبوا أن ما يحصلون عليه من الحرام هو خير لهم بينما هو شر لهم. يا مؤمنون، لقد انقلبت الأمور فأصبحت المعصية نوعاً من المهارة، وأصبحت السرقة نوعاً من الذكاء، وأصبح الحصول على الأموال الباطلة، وأصبح الحصول على الأموال بالباطل نوعاً من القدرة والكفاءة والدهاء. نعم، إن الموازين قد انقلبت، فأصبح الأمين غبيا والمطيع لله ناقص الذكاء، والذي يقول الحق سفيها، وأصبح الذي يرفض فعل الحرام لا بد أن نتخلص منه. بالطبع هذا في نظر السفهاء. يا سيدي يا رسول الله، لقد تحققت في هذا الزمان نبوءتك حول أمارات الساعة، ومنها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، المعروف أصبح منكرا، والمنكر أصبح معروفا، والصادق يكذب، والكذاب يسبب. فما أحوجنا إليك يا سيدي يا رسول الله لتعيد الأمور إلى نصابها. إن المسلمين اليوم ومنهم أهل الرباط تحاك ضدهم المؤامرات والدسائس، ويسامون الخصم، ويعتدى عليهم على الصغار والكبار والنساء دون رحمة وشفقة، والعمل جارد على تنفيذ هذه المؤامرات على قدم وساق. وإنهم اليوم
وقد تتالت عليهم الفتن، فهم في أمس الحاجة إلى بناء مجتمعاتهم على القيم السامية والمبادئ الرفيعة التي سار على نهجها السلف الصالح من التماسك والتضامن والتعاون على البر والتقوى. إنهم في محنة الأخطار المحدقة بهم كخطر السياسة لهم من قبل الخصوم والأعداء لتفريق كلمتهم وتمزيق شملهم حتى لا يكونوا حربا عليهم، ولتصويب الأوضاع يجب على المسلمين أن يفيقوا من سباتهم، ولا يكفي من المرء مجرد التألم والتحسر ولا يكفي من المرء مجرد التألم والتحسر وسكب الدموع على ما نزل وينزل بالمسلمين وما حل ويحل بأوطانهم ومقدساتهم كالذي حصل في تركيا وسوريا من بلائم ومحن وزلازل، بل الواجب العمل على نصرتهم ومد يد العون لهم فعلا لا قولا، حتى يشعروا أن إلى جوارهم أخوة لهم يشدون من أزرهم ويقفون إلى جانبهم. فها هي أرض الرباط، فها هي أرض الرباط، وفي مقدمتها بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك، ما زالت تتعرض للنهب والسلب وتغيير معالمها وحصار مدنها وقراها وارتكاب المجازر فيها، كما أصبحت وسيلة للتنافس من أجل التحدث عنها والتفاوض على ثغورها بعيدا عن الثوابت الدينية والحقوق التاريخية. أيها المرابطون، إنه ليس بإمكان أحد حرمان فرد واحد من أهلها وممن نشأوا وعاشوا على ظهرها من حق العودة إليها والعيش في ربوعها، كما أنه لا يجوز تجاهل حق العرب والمسلمين فيها وفي بيت المقدس المزين بالمسجد الأقصى المبارك قبلة المسلمين الأولى. جاء في الحديث الشريف عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المرابطين في هذه البلاد والمحافظين عليها والمدافعين عنها. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء ومجيب الدعاء وناصر المظلومين، ارفع عنا وعن أمتنا وشعوبنا البلاء والشدائد والحصار والأمراض وكيد الأعداء ومكرهم، وانصرنا عليهم، واحفظ بلادنا ومقدساتنا وأهلنا في كل مكان من كل مكروه وسوء، واجعل مدينة القدس مدينة أمن وسلام، وآمن أهلها في بيوتهم، وارفع عنهم الحصار والاعتداءات المتكررة،
واجعلهم من المرابطين الصامدين الصابرين، وأنزل عليهم وعلى الأمة جمعاء السكينة والطمأنينة، واحفظ المسجد الأقصى المبارك من كل سوء، وأبعد عنه كيد المعتدين ودنس المدنسين، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ليبقى عامرا بالركع السجود، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناتك، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. واشف جرحانا ومرضانا ومصابينا، وفك كيد أسرانا ومعتقلينا، وأعدهم إلى ذويهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واسألوه يعطيكم، واشكروه يزدكم، وأقموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا استقيموا واعتذروا يرحمكم الله، استووا واعتذروا أثابكم الله، رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الله.